كويس توا الدين كويس دين كويس مش تحضر طول البرنامج تزيد يعني تاكسيات برنامج تاكسيات يدوي يطحوا فيا الكويز ما يسمع فيا حد يبكش هذيا بركه جعفر خذ دورك في تاكسي اخر والله جيت محبط والله الله لا يعيشها البشر تطلع مع تاكسي يقول لك شو تسمعوا في الراديو قال لي اسمع اسم قال لي نسمعوا في رفيق والشله ورحمه امي قال لي محلاه ومحلاه وش يضحك ما يكملش معانا ما يكملش كملوا يا مستمعين راني بعده طول انا ما نفتحش ريت الرومبوان بعد الرومبوان انا بعد ثم رومبوان صغير دوب ما الدور تلقاني انا ورافع ايوه فدا جاي الكويز بالحق تلعب معنا كويز والله نلعب بارودي فدك عليك صاحب الله وحد عليك والله الله وحد عليك وعندك والله. شعبيه اقسم بالله بسم الله ما شاء الله ويحبوك الناس فيه. والله البارح بعثت لي صديقه مساج قالت لي ما نحملش فيه البارودي والله ريت والله ريت غير الهاو الوقت برا يا غير الوقت قالت لي ما نحملش في البارودي والله العظيم والله صديقتنا ضحى اسمها ضحى اي اللي تخدم في الاكل اما عملت عليه في سالون دو تي قاعدين نمشيو تو سويت للكويز اتفضل صالون دو تي انا اللي هزيت المذيعة سرحت في صالون دو تي كويس المخرجة سرحت في صالون دو تي سينو قبل الكويس عملت البارح مشيت للسوسة نهار الاول خرجت من القروان مشيت للسوسة وبعد رجعت كلمتك شنو لحظة شو عندك في سوسة عندي شكون من الاصدقاء مريض انت هبطتوا علي من القروان انت الصالون انت بالحق بالحق صالون حسيت سبب عنده الصالون صالون دو تي النون في الاخر ما سمعش النون زاخر بالحق وين مشيت في سوسة عندي صديق قول وين نقول ودي عندي صديقي والله وراني صديق وراني مريض في حال بالحق مورون هذا مشي على الكويس السؤال الاول واحنا في المولد النبوي الشريف اي جعفر جعفر اي تفاعل ما تعمليش بلون في الراديو انا باش نعرف ريت على التاكسي ما يسمعكش ترو دو بلون يهزر بلون في الراديو تسكتوا فجاه بلون الغريبه اللي انت دخلتنا للراديو يا جعفر يا جعفر الغريبه اللي يضحكوا معك يفادلكوا معك اللي انت دخلتنا راديو انا ورفيق وزياد ما نحبش احكي ما نحبش احكي يجعل الرب يا رب رب قطوز دار عليه ولا منه لا حاتم السؤال رقم واحد ما هو اسم اول مسجد بناه الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم جعفر اي جعفر جعفر بلون المسجد على ما اظن قباء 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 ناصر الرحمه مسجد الرحمه في الورديه في المحطيه في الورديه جعفر مسجد الرحمه وقبل دهره والحمام النسيم في الورديه برنس هو اللي بجنب جبل عرفات هذاك بقباء هذه تسال فيه مابس ولا بجنب سندريلا مدينه المدينه ايش اسم المسجد؟ مسجد محمود قباء مسجد قباء في المدينة المنورة أجوبة صحيحة محمود وجعفر القاسمي برافو جعفر قلوبها يا محمود اسم المسجد اسم المسجد وين بناه الرسول وش بنيه في الإمارات كما قال حاج مكة ينجم قال لا ما قالش به السؤال الثاني الرسول تعرف صلى الله عليه وسلم قعد مدة يدعو سرا وكل مرة يسلم معاه عباد وكان عددهم قليل وكانوا يخافوا من باتش قريش فكانوا يجتمعون سرا في بداية الدعوة أين كان يجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه شو اسم المكان ناصر في بالي في الجبل في جبل الأسود برنس بيت خديجة في بيت خديجة بيت سيدة خديجة سرا في بيت سيدة خديجة هي مرت الرسول هي مرت الرسول وسرا في داره معناه سرا خديك في داره في الكاف جعفر هاي جعفر ما عنديش المعلومة الحقيقة زياد هيا تلعب جبل الأسود جبل الأسود محمود في دار عمر بن الخطاب دار عمر بن الخطاب عمر لم يسلم من الاول معناها ما كان ما كانش الاجتماعات في دار ابو بكر ابو بكر لا معروفه والله معروفه اسم المكان الذي كان يجتمع دار الارقام
دار شنو؟ دار الأرقم. دار الأرقم ابن الأرقم. جواب صحيح زياد المكي. تحية العارف. دار الأرقام. السؤال الموالي فيس جعفر سي اون كيستيون دو ريفليكسيون. تو 3 سكوند 3 2 1 ناحية التليفون. والله مسك. مون بيبي. والله مسك. مون بيبي دامور. لا سأل مون بيبي. مون نونورس. مون دبدوب. من هو الشخص الذي لم يسلم ولكنه ناصر ونصر الرسول؟ فيسا بتكلم حد ناصر ونصر الرسول. فيسا ابو جعفر ناصر ناصر ابو سفيان. ابو سفيان هكا ناصر فيسا ابو سفيان كما قال ابو سفيان لم يعتنق الاسلام بالكل. زياد والله نعرف رفيق شكون وهو حبوا يضربوه وديما يدافع عن الرسول. نسيت شكونه شكونه وتعومته عمو الرسول. عم الرسول ابو طالب. هو عم الرسول ابو طالب الشخص الذي لم يسلم ولكنه ناصر الرسول. يدخل الجنه ولا يا رفيق؟ ما عنديش ما نجمش نتاله نجاوبك معناه نقول لك يدخل الجنه ولا لا. خاطر نتصور اللي خلال الرسول لا يسأل عما يفعل وتسالون عما تفعلون. حتى واحد انت تراه مسلم ما تعرفش، واحد تراه مش مسلم ما تعرفش. كلنا برحمة ربي يفعل ما يشاء يوم القيامة. اضحك 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 شنو شنو؟ يتبسم بالحق خاطر رفيق ما يعرفوش النهار هذاك العذيب. العذيب تكلم يا جعفر شنو يا اخي في التلفزة يتكلم تفعل هذايا لو كان يتحاسب على اللي عمله في الحوار برك هذا. انا هاني ساكت انا لا نتكلمش على ديوان اللي ريته بعيني في الحوار يا ولدي ريجيستر واحد وانا انا مليار سنه ضوئيه.